كورابت الدجاج باللوز، صدور دجاج ولوز، توم وبصل وكسبرة خضراء، الخضار عندي كوسة، بطاطس، ذرة صفرة، بروكلي، عندي بيض ولبن ودقيق وبقسماط وملح وفلفل وبهارات. حدوته كده مولفاها يعني ايه، كانها بتلف مواتير ولا بتعمل فواسين فساتين سواريه يعني، ما الحكايه الحكايه. حبه فراخ بالالمون مش حدوته يعني. انت زعلان مني وخصماني؟ طب شكرا، ماشي يا فندم، تحت امر سعادتك. كده عندي بصل اهو، وادي الثوم كده، ادي توابل، ثوم بودرة، جوزة الطيب، وادي مكعب مرق جواها سايح اهو. ايه التحابيش الجميلة دي؟ وايه الجمال ده؟ شكلها كده تطلع النقطة حلوة، يعني الاكل هتطلع حلوة ان شاء الله. وانا بقى ازود من عندي شويه زعتر اهم، مع شويه الكزبره الخضراء. لازم افرمز الزعتر فرمه كويسه اهو، حاطط كله كده اهو كده. وايه تاني بقى؟ شويه بقسماط كده اهو. انا بقى الله يسامحك، اشكرك يا جميل. ملح وفلفل اهو. اعمل ايه بقى يا سيدي؟ ملح وفلفل وسنة خل. احنا كده حلوين؟ ماشي. ادي كمان عدد واحد اج الجاية، بلاش اقول بضاية اهي. مين يا فندم؟ نصرة؟ الو؟ كبير قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا نصر؟ ازيك يا شيف، عامل ايه؟ في نعمة يا بنتي. لو سمحت عايز اطلب منك طريقة قرع العسل. خدامك يا فندم، على عيني. صينية قرع العسل حاضر. حبيبي يا سيدنا محمد، نعم يا فندم. ها؟ الو؟ حد يا جماعه يعدل الصوت كده يعني، من فضلك يعني، لان من عندنا مش من عندهم، في عندنا مشاكل في الصوت. مش سامعك، مش هرد عليك، مش سامعك. عندي بقى. عندك سلك مقطوع؟ ولا الكهرباء قطع عندك؟ عندنا؟ من عندنا؟ امال ايه؟ من الكمات؟ ها؟
هو في الاستوديو مش عارف يكلمني جوه. طيب ماشي حاضر. اشتروا بقى زي الناس عشان ما نخبطش في الحلال لو سمحت. انت عارفين انا ملتوت من سنه ما بسكتش. ممكن نعملها بالسمسم برضه نفس القصه. ممكن نعملها بالكورن فليكس نفس القصه. نعملها بالفول السوداني نفس القصه. نغير بس المهم في مطبخنا عشان ايه نبقى عملنا حاجه جديده. هنقلي بقى كده الكفته بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب انت عايز تحل مني ليه؟ يعني انا عايز اعرف حاجه. انا بشتغل وتقول لي يا رب تحل منك. مش عارف انا انت عايز مني ايه. مش عارف يقول لي يا رب تحل منك. يعني انت هتفرح ما تحل مني؟ ماشي خلاص. انت عايز تبوظ البرنامج وتبوظ الحلقه. خلاص بوظها يا عم. مش يا رب استر معديها عليه يا رب ويسترها معاه وخليها تطلع حلوه بدل ما يفضحنا قدام الناس. لا حبيبي يا سيدنا محمد